تاني والله رجعنا لكم تاني في يونت 6 بريب 3. مستر محمد ابراهيم ذا هيد اوف انجلش ديبارتمنت ات المنتزه برايفت سكول. انفنتورز المخترعين. وات از ذا مينينج اوف انفنت؟ انفنت طبعا يخترع. انفنتد اخترع. انفنتور مخترع. انفنشن اختراع. لازم نجيب الديفيراتيفز او العيله بتاعت الكلمه، لان العصر اللي جاي عصر التابلت لازم نعرف الفروقات بين الكلمات والفاميلي بتاعت الكلمه. فانفنتورز ومخترعين، وهنشوف حتى الروبوت بيمركز على الروبوت هنا في الشاشه. وطبعا وات از ذا ديفرنس بتوين انفنتور اند ديسكافر؟ انفنت يعني يخترع حاجه جديده، زي احمد زويل انفنتد ذا فيمتو سكند. طب امال ديسكافر؟ نقول كريستوفر كولومبوس ديسكافر نورث امريكا، بيكتشف حاجه موجوده اوريدي. نشوف مع بعض كده السؤال الاول. اهم اسئله الوحده السادسه. يو ار انفيزنج ذا امبورتنس اوف ريمبرينج فريندز بيرثدايز. الانفيزس اللي هي عمليه التوكيد، انت بتاكد على اهميه تذكر اعياد الميلاد بتاعه صحابك. يو ار انفيزنج ذا امبورتنس اوف ريمبرينج فريندز بيرثدايز. اللفظ ده موجود في كتاب المدرسه، في بوكس كده في كتاب المدرسه. انفيزس يبقى الحل بتاعها ايه؟ فكر كده معايا شويه. بتؤكد على اهميه تذكر اعياد الميلاد بتاعت اصدقائك. يبقى يو ماست. اكسلنت، جود جوب، احسنت. يو ماست ريمبر، بيجي ورا الفعل في المصدر. يو ماست ريمبر يور فريندز بيرثدايز. وشايف هنا الكومه جايه بعد الاس. انا قلت لو كلمه اخرها اس احط ابوستروف بس، احط ابوستروف بس، احط ابوستروف بس، مش ابوستروف اس، حته كده على الماشي يعني. طيب ودي جت في المنوفيه 2019. ريمايند يور براذر او يور برو تو دو هيز هوم ورك. ريمايند يعني تذكر صديقك انه يعمل واجبه. موجوده في كتاب المدرسه بوكس برضك. لما الاقي كلمه ريمايند تذكر، افتكر بقى الاغنيه دونت فورجيت تو، دونت فورجيت تو، دونت فورجيت تو، دونت فورجيت تو دو يور هوم ورك. السيتويشن سؤال عليه ثلاث درجات في امتحان الاعداديه. بجاوب الاجابه واسيب سطرين، واجاوب اجابه ثانيه واسيب سطرين. تنظيم الورقه وحسن تنظيم ورقه الاجابه اهم من الماده العلميه. Your handwriting should be sloping to the right. وكلماتك تكون مائله ناحيه اليمين. والمسافات والسبيسز والبنكتويشن. تاني برضك نفس الفكره. You want to remind your father to buy you a mobile. انا مش هكتبها لكم في الحل لان هي نفس الفكره. Don't forget to buy me a mobile. Don't forget to buy me a mobile. في حته هنا كلمه موبايل. موبايل كل ما يحمله الجيب. امال جهاز الموبايل اللي انا بستخدمه اسمه سيلفون. يعني المحفظه في جيبي موبايل، القلم في جيبي موبايل. موبايل هو كل شيء متحرك، دي معلومه لازم تعرفها. ولكن الموبايل اللي حتى رجال الاعمال يكتبوا في الكروب بتاعتهم سيلفون، مش موب، سيلفون. You ask a friend to name two Egyptians who won the Nobel Prize. انت بتسال ان صاحبك انه يسمي لك اثنين من المصريين اللي حصلوا على جائزه نوبل. يو اسك، ممكن اقول له وات ار ذا نيمز اوف ذا تو ايجيبشنز، او كان يو تيل مي، كان يو تيل مي، كان يو تيل مي ذا نيم اوف ذا تو ايجيبشنز هو وون ذا نوبل برايز. كان يو تيل مي ذا نيمز اوف ذا تو ايجيبشنز هو وون ذا نوبل برايز. ممكن تخبرني. لازم اترجم السيتويشن كويس، ولازم مسافات تكون متساويه بين الكلمات. Can you tell me the name of the two Egyptians who won Nobel Prize. نشوف مع بعض الاجابات دلوقتي. نشوف الاجابات مع بعض. السيتويشن. You must remember friends' birthdays. You must، لازم مسافاتك تكون متساويه بين الكلمات. ميزه التابلت في الثانوي هو بيعدل لك كل ده لوحده. You must remember friends' birthdays. Don't forget to، don't forget to، don't forget to، don't forget to do your homework. ما تنساش تعمل واجبك، اوعى تنسى. Don't forget to، don't forget to. Can you tell me the name of the two Egyptians، او تحط the names، اسماء of two Egyptians who won the Nobel Prize or Prize Nobel. ماشي. Can you tell me the names of the two Egyptians who won the Nobel Prize. دي اجابات السيتويشنز. السؤال الاول نشوف مع بعض. السؤال الثاني، السلايد الثاني. اللي تشوز بقى انت في الدفعات اللي جايه، اللي تشوز انت في الدفعات اللي جايه، سواء ثالثه اعدادي، اولى ثانوي، ثانيه ثانوي، ثالثه ثانوي، بيجي لك في التابلت ولا اختيار من اللي انت درسته، وحاجات صعبه. بيقول لك يوز ذا نوت كلينر
تو كلين ذا كيتشن فلور. الامريكان اخترعوا حاجه اسمها الكاتش وورد او كلمه الصياده، كلين وكيتشن. يعني انا عايز، انا مش فاهم معنى الجمله مثلا، او اللون ولا مور ولا فاكيوم ولا اوار. هي فاكيوم كلينر، فاكيوم كلينر المكنسه الكهربائيه. طيب هو وون ذا فوتبول ايه بتوين موروكو اند ايجيبت بول فورت سبورت ماتش؟ اكيد المغرب ومصر وفوتبول، يبقى ايه؟ يبقى ماتش. ايوه كده، خلي عينك تصطاد كلمه كده فلاشر تخليك ايه، يبقى هي كلمه ماتش. اتس بيتر تو ستاي ذان ميك ا ميستيك، تو ستاي توك سبيك سبيتش. اولا ستاي ما يجيش ورا الفيرب، ورا ستاي توك ستيك سبيك او سبيتش، ولا سايلنت، هي سايلنت ذان ميك ا ميستيك. انشنت ايجيبشنز يوزد، استخدموا ايه المصريين القدماء؟ تو موف بوتس فورورد. طب عشان طب هيستخدموا ايه؟ الوارس الستيم شيب دي زي تايتانيك ما كانتش ظهرت ايام الفراعنه، ولا ويلس العجل ما كانتش ظهرت، ولا انفنشن، لا هي وارس اللي هي المجاديف، الوارس اللي هي الايه؟ المجاديف. يبقى الكلمه الصياده، والدرس بيتكلم عن الروبوت، وشايفين صوره الروبوت اهو، الانسان الالي، شرفنا يا خالي، اهو الروبوت اهو الانسان الالي. ها الروبوت ممكن متوقع يجي امتحان الاعداديه السنه دي. رايت اباوت ا مودرن انفنشن، نشوف اللي بعده او السلايد اللي بعده. يوز ذا نوت مور تو كات ذا، اول ما الاقي جراس الحشائش قاطعه العشب عندكم في المنهج، فاكيوم لا، سبيس لا، وارس لا. هي اللون لون مورز، لون مور اللي هي قاطعه العشب، نوع من الروبوت موجود في المنهج. اي جيف ذا بن هي نيدد ماي فريند فور ماي فريند تو ماي فريند هيز. قال لك ان فور وتو دول في الاخر بيجوا في الطرف يمين يا معلمين، في الطرف يمين يا معلمين، في الطرف يمين. يبقى مش هينفع ولا فور ولا تو يجوا في نص الكلام، يبقى هي ماي فريند. ايمان سنت ايه انيميل، انا قلت مش هينفع تو مي ولا فور مي، لازم يجوا في الطرف يمين، يبقى المنافسه ما بين مايند ومي. هو كده فن الاختياري، ازاي اعرف اختار؟ ازاي اعرف؟ يبقى ايمان ايه؟ سنت مي، ارسلت لي. I gave the message for my sister. المسألة اللي ما تنفعش بتيجي في الآخر. My sister هيرس بردك في الآخر. و to my sister في الآخر يبقى هي my sister. و sister في اللغة الإنجليزية تعني أخت، أو تعني نيرس ممرضة، أو تعني الراهبة. الراهبة في الدير اسمها sister، وقلت الآر ما بتتنطقش زي brother، sister، teacher، daughter، حتى فونكس كده على الماشي. ماشي، ولازم في اختياراتك في امتحان الاعداديه تكتب الكلمه الاختياري بس، وتسيب سطرين وتكتب الاختياري الثاني. ريح الاجابه، ريح الاجابه. نشوف السلايد اللي بعديه. ريرايت ذا فولوينج سنتنس يوزنج ووردز ان براكتس، وهنشوف اجابات اللي تشوز والريرايت مع بعض على البورد كمان شويه. تعال نشوف بقى الريرايت، الكلمه اللي جوه دي لازم تحل محل يعني كلمه جوه الجمله. ماي فاذر بوت مي ا سمارت فون، ابويا اشترى لي سمارت فون، والمستر قال لي فور مي وتو مي بيجوا في الطرف يمين يا معلمين، في الطرف يمين. يبقى ماي فاذر، انا شايفك عايز تحط فور مي في الاخر، بعمل عمليه ايه؟ يعني بسحبها كده زي بالماوس. ماي فاذر بوت ا سمارت فون فور مي، ماي فاذر بوت ا سمارت فون فور مي. طيب الا جيف او جيف منى أبوك، أبوك يعني كتاب، زمان علمونا إن بوك يعني كتاب، خطأ، بوك يعني يحجز تذكرة، حتى في موقع في النت اسمه تريفاجو، بوكينج ريزرفيشن سايت، موقع حجز، بوك يحجز تذكرة، أبوك كتاب، فيش يصطاد، أفيش سمكة، مش أقول لك فيش يعني سمكة، إيه ده؟ إيه الشغل القديم؟ لا، لا بتفرق الآه، الآه بتفرق، الآه بتفرق، ألا جيف منى أبوك؟ أنت قلت لي ده في الآخر، يبقى ألا جيف أبوك تو منى، تو منى، يبقى تو والفور بيجوا في اخر الكلام. ماي كازن سنت مي ان ايميل يسترداي، ابن عمي ارسل لي ايميل امبارح، المستر قال لي تو، يبقى نقول ايه؟ بعمل دراجن كده، ماي كازن سنت ان ايميل تو مي، ما انا عايز اجيبها في الاخر يسترداي. طيب ياسر بوت مي ا بريزنت، بردك هنا ياسر بوت ا بريزنت فور مي، يبقى بردك بنعيد نفس النقطة، تو مي فور مي، في الطرف يمين يا معلمين، في الطرف يمين، بجيبها في اخر كلام، اخر جمله بكتبها، ودي ما جاتش السنه اللي فاتت في اسكندريه. نشوف الاجابات، نكمل هنشوف الاجابات اللي تشوز فاكيوم، واسيب سطرين في الامتحان ماتش، سايلنت، وورس،
لون ماي فريند مي ماي سيستر. واسيب بقى في الامتحان سطرين ثلاثه انت مديني ورقه الاجابه كبيره، ليه ازنق كله السته تحت بعض واسيب له بقيه ورقه الاجابه؟ ري رايت ماي فاذر بوت ا سمارت فون فور مي الا جيف ا بوك تو مي ماي كازن سنت ان ايميل تو مي يسترداي ياسر بوت ا بريزنت فور مي. في مشكله كده؟ اقول لكم ثانك يو وشكرا، وان شاء الله ده بارت 1 في يونت 6. في فيديو تاني ان شاء الله هناخد بارت 2 في يونت 6 برضه. ثانك يو.